معاكم احمد مراد من موقع هاب الكترونكس. احنا النهارده يا جماعه ان شاء الله في معرض ميكتك، هنخش المعرض نتعرف على انواع الالات الموجوده في المعرض ونشوف الالات الحديثه. طبعا هي كلها الات تحكم وطني، بيتم فيها التحكم عن طريق اجهزه تحكم زي الكمبيوتر او كده. المعرض ده هو اكبر معرض في الشرق الاوسط وافريقيا. المعرض بيعرض مجموعه من الالات السي ان جي، وان شاء الله هنتعرف على الالات ديت ونحاول ناخد فكره عن كل اله ونقدر نتحرك ونشوف كل اله بتتعمل ازاي ونشوف الكنترول بتاعها وفكره التسجيل بتاعها. ان شاء الله تكون زياره ممتازه ليكم ودي جوله داخل معرض ماكتك، وان شاء الله الجوله دي تبقى مفيده ليكم ومشاهده ممتعه ان شاء الله. تعالوا نتابع مع بعض كده مكنه مكنه ونشوف كل مكنه فيها طريقه عملها وطريقه تشغيلها وكنترول التحكم، ونشوف المنتج الخارج من المكنه شكله ايه وازاي نستفيد من المكنه ديت ونقدر نتعرف عليها بشكل اكبر. تعالوا معانا نخش المعرض وان شاء الله تبقى لقاء ممتاز. المكنه دي يا جماعه مكنه راوتر. المكنه دي زي ما احنا شايفين اتنين هيد، وده شغل المكنه. المكنه دي بيقدمها شركه محمود عرفه زي ما احنا شايفين كده. ممكن نبص على الكنترول بتاعها. ده كنترول مكنة الليزر. اوكي، ممكن نبص على الشغل بتاع المكنة عامل ازاي. تعال نبص على مكنة تانية برضه واوطة. المكنة التانية دي برضه اتنين هيدي معانا، ودي شغالة على الرخام. دي مكنة رخام وعليها روتري. طبعا هي بتشتغل على اجسام الاسطوانيه الشكل، وطبعا لو حطيت لها طبليه او حاجه زي كده ممكن تشغلها عادي كانها اوتر عادي خالص. هي المكنه دي شكلها مجهزه بس بوتري يعني. ماشي تمام. تعال نبص على مكنه ثانيه. احنا مع اوتر 3 اكسس زي ما احنا شايفين. منتجات الاوتر هي منتجات خشبيه. وهو الاسبند اللي معانا كم قد ايه؟ حوالي ده سبندر صغير. 80 في متر. تمام. عامل 80، عامل 80,000. تمام. 80,000 السرعه. عامل 80,000 ماني. ده حجمه صغير. تمام. بيشتغل 2 دي و 3 دي. تمام. بيشتغل على جميع المنتجات، خشب، اكريليك، جميع انواع الخشب، ام دي اف، كونتر زان. بيشتغل على الاكريليك وعلى الكلادنج، الومنيوم ونحاس. بيشتغل على الازاز، ممكن يخدش كده او يكتب على الازاز. بيشتغل برضو على الرخام. تمام. 2 دي و 3 دي. وهي الكنترول عندي هاند. الكنترول انا بقدر اتحكم فيه سواء هاند زي ده او كمبيوتر. ممكن زي دوت. تمام. برضو عندي انواع مختلفه من المواتير، ممكن تكون استبر او سيرفو. انت حسب العميل ما يطلب منك بتجهز له المكنه. بالظبط. انا تصنيع مصري. حضرتك شركه ايه بقى؟ شركه بيكاترونكس. بيكاترونكس. بيكاترونكس معروفه. شركه عالميه واخده الايزو. انا من 2010 اول ناس بدات في السي ان سي. معظم الشغل بتاعنا بيتم تصديره خارج. عندنا عملاء في السعوديه، في عمان، في قطر، في ليبيا. لينا عملاء برضو في السودان وفي كينيا. تمام. معظم شغلنا بيكون تحت مراقبه من شركه الايزو. تمام. لضمان الجوده والمنتج. تمام. تمام. احنا مشكرين جدا ليك يا باشمهندس. معلش تعبيرك معانا. ولا يهمك. احنا معانا مكنه سي ان سي. المكنه ديت عباره عن راوتر. الراوتر ده اكس، وفي محور رابع اللي هو الروتري. وزي ما احنا شايفين الروتري موجود عندنا على محور رابع. بيعمل عمليه حصر عن طريق السبندل. وطبعا ده بيشتغل معانا في الاشكال الاسطوانيه. والسبندل ده تبريد ميه زي ما احنا شايفين.
ودي بعض منتجات المكنه. احنا كنا شفنا المكنه ديت طبعا هي شغاله كمان على الرخام معايا. دي تبع شركه ابو العز. تعال نبص على مكنه دلوقتي.